ملفات سياسية معقدة تثقل كاهل البلاد العربية طرحها المندوبون الدائمون بالجامعة العربية في اجتماعهم الختامي. الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس جدول الأعمال للدفع بها إلى أن يتحقق الهدف، دولة مستقلة عاصمتها القدس. تحتل القضية الفلسطينية في هذه القمة موقع جوهري وموقع محوري، وتعتبر من أهم الملفات إن لم يكن أهم ملف سياسي مطروح على هذه القمة. والجزائر لم تتأخر أبدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساعدته. وتعلمون بأن المكاسب السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية معظمه تحقق على أرض الجزائر. الجزائر التي تجزم دائما أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا بالبقاء على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، أكدت خلال الاجتماع التحضيري أن الحل لا يخرج عن هذا الإطار. سيادة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أعلن بأن الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل أطراف الأزمة، وانطلاقا من ذلك فإنها على اتصال مباشر مع الأطراف الفاعلة من أجل مساعدتهم على الخروج من النفق المظلم الذي يتخبط فيه الشعب الليبي الشقيق، وذلك بالحوار بين الليبيين أنفسهم. نقاط أخرى أثرتها الجزائر في اجتماع المندوبين الدائمين منها إصلاح الجامعة العربية، حيث ستقدم ملفا بهذا الخصوص في اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة لترقية العمل العربي المشترك. اختتم اجتماع المندوبين الدائمين، بعض الملفات اختلف فيها، لكن الكثير من النقاط يمكن بل يتحتم على العرب الالتقاء عندها لتحقيق وحدة عربية فعالة على جميع الأصعدة.